وفي إطار اهتمام الدولة بتفعيل مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير كرة الريف المصري، التقى عبد الكريم لطفي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان العقيد أحمد جلال مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة لبحث أوجه التعاون المشترك بين المديرية والمؤسسة من خلال مشروعات المبادرة بعدد من قرى المحافظة. وتم خلال اللقاء استعراض مقترحات إقامة عدد من الدورات التدريبية، منها دورة للإسعافات الأولية بالتعاون مع مديرية الصحة، وتدريب عدد من المعلمين على إجراءات الإسعافات الأولية السريعة في حال التعرض لأي مشكلة، بجانب تدريبات متخصصة للمهارات الشخصية كمهارات التواصل وإدراك الوقت والتسويق والقيادة وحل المشكلات بالتعاون مع جامعة أسوان. وفي الأقصر شهد الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة لقاء تثقيفيا للطلاب نظمته وحدة تيسير الانتقال إلى سوق العمل بمديرية التربية والتعليم بحضور محمد هنداوي مسؤول مشروع قوى عاملة مصر بالمحافظة. تناول اللقاء طرق الارتقاء بالمستوى المهاري في استخدامات الحاسب الآلي لدى طلاب وطالبات التعليم الفني ليصبحوا مؤهلين لتلبية احتياجات سوق العمل الذي بات في أمس الحاجة للتقنيات الحديثة وأساليب التكنولوجيا المختلفة. وفي مطروح أكد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أن أعضاء مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية قاموا بعمل صيانة شاملة لكافة الأجهزة الموجودة بالمركز، سواء التي كانت معطلة أو التي احتاجت إلى صيانة من أجل إعادة تأهيله وتجهيزه دون الاعتماد على أي شركات أو نفقات. وتفقد وكيل الوزارة المركز لمتابعة سير العمل بمعامل الحاسب الآلي وأقسام المتابعة والصيانة والشبكات والإنترنت، وأشاد بالجهود المبذولة لسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة لاستقبال تدريبات المعلمين على التحول الرقمي واختبارات الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي. وصلنا لنهاية نشرتنا التعليمية على قناة مدرستنا 3. نلتقيكم ونشرة تعليمية جديدة في أمان الله. في أمان الله.